حياكم الله مجددا في أهلا. احنا مصرين الا ناخذ قطاع الطيران اليوم ومدى انعكاس الفعاليات الترفيهية على نشاطه والسياحة الداخلية فيه، ولذلك للمرة الثالثة جددنا الاتصال مع الأستاذ أحمد الإبراهيم عبر السكايب، وهو نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران أديل. أستاذ أحمد حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء الخير واهلا وسهلا بالمشاهدين الاعزاء. اهلا وسهلا، وصل صوتك. استاذ احمد، اليوم كيف اثرت الفعاليات والمواسم الموجوده بشكل مباشر على قطاع الطيران؟ اليوم الفعاليات والمواسم من اهمها طبعا موسم الرياض اللي اطلق مؤخرا له دور كبير في تنشيط القطاع السياحي، تشجيع الناس انها تسافر للسعوديه. اليوم كل ما زادت هذه الفعاليات والمواسم بتزيد معها الفرص والمجالات وبتزيد النشاط الاقتصادي في كل المجالات، ومن ضمنها طبعا مجال الطيران التجاري. اليوم منذ اطلاق موسم الرياض شاهدنا طلب متنامي الى الرياض من رحلات داخليه وايضا رحلات دوليه. الحقيقه قطاع الطيران والسفر الجوي والسياحه هم توأم، كل ما نما قطاع السياحه نما معه ايضا الطيران، واحنا فخورين جدا بكل مجهودات اخواننا بهيئه السياحه، واحنا شريكهم دائما كشركه طيران. طيب استاذ احمد، انت اليوم في قلب المشهد، يعني من عمق المشهد، كيف توصف لنا مستوى نمو قطاع الطيران الداخلي مع موسم الرياض؟ والله احنا الحمد لله اليوم احنا ننعم ان عندنا الرحلات الداخليه والسفر الداخلي في المملكه رائع جدا وحجمه طيب، ومع اطلاق مواسم السياحه بشتى مدن المملكه ومن ضمنها طبعا الموسم الرائع والملفت هو موسم الرياض، راينا الحقيقه طلب كثير. قمنا بزياده عدد رحلات الرياض من مختلف مدن المملكه، ونحن مستعدين لنتجاوب بشكل سريع مع الطلب المتنامي. كم معدل الزيادة؟ نصفه بكم؟ يعني من بداية الموسم إلى الآن 50% 30%، كنسبة تقريبية ولو؟ بنشوف بقرابة 30% النمو الواضح منذ إطلاق الموسم. 30% نمو في قطاع الطيران الداخلي بسبب موسم الرياض، زادت الرحلات بنسبة 30% إلى الرياض. نعم. طيب الى مدينه الرياض. نعم. ماذا عن بقيه الفعاليات وبقيه المناطق؟ كيف توصفنا الفتره هذه؟ يعني خلينا نقول فتره الشهرين اللي فاتت. طبعا للاسف الصوت ما هو واضح عندي اليوم، للاسف الاتصال غير واضح، لكن طيب لو فهمت ابعد السؤال اكون شاكر لك. ابعد السؤال استاذ احمد، ماذا عن بقيه المناطق؟ يعني اليوم احنا جالسين نشوف اكثر من فعاليه في العلا مثلا، جالسين نشوف تحسن الجو مثلا في جده وفي مناطق ثانيه، كيف اثر هذا على قطاع الطيران؟ بالفعل يعني ما شاء الله اليوم كل المواسم في شتى المدن بنشوف الاجتماع الطلب الواضح. مثلا اليوم لو نشوف مدينه جده ما شاء الله في الايام اللي هي تتزامن مع سباق الفورمولا 1 طلب رائع. ايضا بنشوف في المنطقه الشرقيه مع اثراء وفعاليات اثراء بنشوف ايضا طلب للسفر. ايضا العلا اليوم تعتبر وجهه سياحيه رائعه ويوجد حتى طلب كثير، وبنشوف حتى طلبات بتجينا لنا طلبات الرحلات الدوليه، يعني ناس كثير يبغوا يكونوا يوصلوا الى الرياض ومن ثم يتجهوا الى العلا. ف في مجال الطيران نرى صراحه يعني اثر اقتصادي طيب وممتاز وملموس. جميل جدا. طيب وش حكايه حمله حي الله اهلنا في الكويت؟ كيف شفت انطلاقتها الى الان؟ كيف شفت اثرها؟ الحقيقه احنا صورنا هذا الفيديو الترويجي في افتتاح موسم الرياض، كان افتتاح مبهر بكل المقاييس، وطبعا رصدنا ردود افعال اخواننا من الكويت اللي كانوا حاضرين معنا. اليوم طيران اديل بيشارك بهذه الحمله بعروض ترويجيه واسعار جدا منافسه، ونبغى نكسب اخواننا من الكويت يزوروا بلدهم الثاني. وجودهم معنا في الرياض حيكون حقيقه مكسب لنا كلنا. كيف رصدتم الاقبال؟ والله الاقبال رائع، بدايه من وسائل التواصل الاجتماعي بنشوف كل انواع الاسئله، الناس تسالنا
حتى اسئله انه انا محصن جرعه واحده، هل استطيع السفر الى الرياض؟ وبنشوف الناس تسالنا انا ايش طبيعه الفعاليات، وطبعا بنوجههم الى منصه روح السعوديه، وهي المنصه الرائده والرائعه، وفي بامكانهم الوصول لكل معلومات الفعاليات والمواسم من خلال هذه المنصه. وبنشوف صراحه الزياده على الطلب في الرحلات. يعني بدانا اول رحله كانت ممتازه تقريبا ممتلئه، ومن ثم الرحلات اللي بعدها بنشوف ما شاء الله حجوزات وامتلاء للرحلات الى الرياض. اللي جرعه تقولوا له تعال ولا لا تجي؟ نقول له اتحصن ونستناك ان شاء الله في بلدك الثانيه. طيب اخيرا استاذ احمد، لو لك رساله ستوجهها الى السائح او الزائر، سواء اللي يعني السياحه الداخليه او اللي جاي من برا المملكه الى السعوديه وتحديدا موسم الرياض، وش حتكون الرساله؟ والله رسالتي بالبنط العريض، حياكم في السعوديه، ونتمنى من كل اهالينا في دول الخليج وكافه العالم انهم يزورونا في بلدهم الثاني. اليوم المملكه تعيش اجواء جميله، يوجد فرص ترفيهيه رائعه ومواسم رائعه، على قولتهم انت تلف العالم وانت في مكانك في الرياض. فاتمنى من الجميع يستفيد من هذه الفرصه ويستمتع باجواءنا الجميله معنا ان شاء الله. استاذ احمد البراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجاريه في طيران اديل، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في يا هلا. من السياحه الى هذا الفاصل، وبعده القاكم في موضوع اخر في يا هلا.